fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. جديد اليوم ان شاء الله غنمشي لواحد المدينه اللي قريبه هنا حدايا 75 كيلومتر. انا كنتواجد حاليا في اونفيرس مدينه المجوهرات والديامون واليهود وزيد وزيد. كنتواجد في واحد الحي هنايا اللي انا ساكن فيه صراحه ترونكي صراحه اليوم انا عاس وفكرت انني نديكم معايا لواحد المدينه اللي سميتها سان لوغو كتبعد عليا واحد 75 كيلومتر من هنايا فيها بيت صراحه زعما حتى هاد المدينه هادي صورتو فيها شي حاجه مزيان وانا عايش كل نهار بقى ندير فلوق جديد فلوق جديد فلوق جديد حتى طلعت القناة ان شاء الله. وما تنساوش انكم دعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وبارطاجي اللي كان ممكن وشكرا بزاف اخو زيد وخليكم على فيديو. السلام عليكم. كما كتشوف اخوتي انا وصلت لهذه المدينه الجميله صراحه. المدينه جميله جدا 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 كتعجبني جيله فيها مناظر زوينه بزاف. اللي كيعجبني في هذه المدينه هي انها الناس قلالين في كيخرجوا كالم ما كاينش ديك يعني بنادم داخل سوق راسو. كما كتشوفوا هذا المنظر هذا الجميل اللي مورايا انا خليكم تشوفوا هذا المنظر هذا. انا من لكم سينيماتيك يلا سيتي يلا سلام. I never made it but I know